حافظ الانترو بتاع القناه؟ لا. فبتحضر ماي فيديو؟ شفتوا لما بصور معه؟ قمت تجي بتقول مرحبا كيفكم، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بس هيك كثير ايزي. مرحبا كيفكم، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اوكي انا هلا ببيت اشرف وبدنا نصور فيديو رياكشن على ماي اولد فيديوز. مرحبا كيفكم، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. صح؟ لا مش هذا. اوكي بس لا بس هاد هيك لازم يكون هيك في مرحبا يا هلا. اه يلا 1 2 3. مرحبا كيفكم، اهلا وسهلا بفيديو جديد. عيد لا فيكم لازم لازم هو كده حخليهم ما حش منه شيء. اوكي اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. يا 1 2 3 جو. مرحبا كيفكم، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. هلا خير خلص داب لانه اشرف هلا اتذكر انه لازم يدوب بالمطبخ لانه حيبين. انت فاجئتيني انه بتعرفي هون على فكره. قلت له من اولت امبارح وامبارح ذكرته ومن ساعتين قلت له انا طالع. على فكره انتوا زوار مزعجين، جيران مزعجين. اوكي اوكي فبس يخلص اشرف ويحط اللابتوب اللي بعده مش مدوره بلا برومي بتلاقي داير. اه اوكي طيب نحضر اللوكيشن هيك. يلا اوكي هذا رجع لكم. اوكي يا جماعه ثبتنا الكاميرا وثبتنا اللابتوب وانتم هلا كل فيديو حتبين هون. اوكي محل اللابتوب سو بس قبل ما نبلش ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. اوكي هيدا الفيديو كليب هو كان يمكن اول فيديو كليب لا مش اول فيديو كليب ثاني فيديو لحظة. كليب صح مام بحكيكي بعدين عم صور يلا بالاذن الانف. هيدا هو كان ثاني فيديو كليب بعمله وكان مش بصوته. اوكي وهون كان عمري انا هون اصلا كان بعدني بيحضرني كنت بعدني بحضري عن جد. او ماي جاد عن جد انا كثير كبرت صح وانا عني صغير. شو السقة اوكي فاول شيء بكون عم بدرس زهقان وكذا ولا اني كنت موصل فرنسي حمودي هيدا ليمون. ليمون هلا صار اكبر منك. يا بابا ما بعرف اكتب ولا هون كنت انا اجي من المدرسه متحمس بدي احطها ليلى هالاغنية. كنت قد ايه كان عمرك اشرف؟ 3 سنين. لا كان عمري 10 يمكن. لا مستحيل انا قد ايه كان عمري هون يعني انت قد اكبر مني. اوكي اذا نقعد نحضر اغنية كلها بصير الفيديو طول السنين. على فكره كيني اشطر من مليكة وحلا ومحمد. انا بالفترة ما شاء الله ما شاء الله سقة 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 لانه اشرف وعدني السنة الجاية يجيب لي لابتوب. انا؟ ايه اه اوكي بس اول شيء ايفون بعدين لابتوب بعدين كاميرا. ما معي خبر هلا بلا انا انتقلت لك. انا بحفز خالو في مقابله يا جايز كانت كثير حلوه بس ما عم بلاقيها. او ماي جاد لك شكلي هون شفت لي انا شفته شفت اللي انا شفته ايوه سوين بطلت اعرف اكبس. 2000 years later انا متلفه ولفه بالمنديل. انا كنت قبل منديلي كثير مش عم تكبس ليش كان قبل منديلي طريقه لفته يعني شو يا غني اول مره بشوفها ممكن اوكي هاي ما بعرف ليه كلبسينك قلبي حاسس فيكي بدي طب الحافي وتسأل والدي ولايكي يا امي حدي مرتاحه وقلبي فرحان بدي قوم واطوي تيابي وبايدي رتب العابي ما
عادية عادية صراحة. في إلي قصص مرة، في أجمل، في فيديو كليب أنا كتير بحبه. ضلك مبتسمي، أنا بحبك. ضلك مبتسمي وهلا قرب عيد الأم كمان. لا لا بدو ينزل، بدو ينزل المفاجأة. بس انه قرب عيد الام. اوكي وفي فيديو كليب إلي، خلص ما عشت احكي اكثر من هيك. بس هيدا هو الفيديو كليب. في فيديو كليب يعني مش عادي، ما رح نعمل كثير لعيد الام، بس هيدا هو الكليب. لانه انا بكثبه، لانه الكليب، لانه انا بكثبه. وجاي شهر رمضان وعم نجهز بقوة لشهر رمضان. يجوز التنمر. لا ما سمحت لك. هون خالو قال هو اللي مفكر حاله الجنتل والقطار. والله بس وقتها كثير انبسطنا، صورنا بدار عجزه ورحنا على المفروض نرجع نروح على هيك شيء على فكره. انا ما كنت بهاي الفتره معه. لا هيدا المشهد. لا ليه اخذي لك كلوز؟ لا ما بدي اتنمر على شيء ثاني، بس انه ليش اخذي لك كلوز؟ فيكي يا أحلاك ما كنت بعدني بعرف ألبس البنزين صح، كان شكل كثير يعني ما بعرف كيف. نعم للتنمر. شو هيدا هون المشهد أجمل شيء. إيه هسا وقعها بسهولة. شمس مضواي. اجا مهدي مثل العاده بحب يخرب الاجواء علينا. شو جايب لنا؟ جايب لكم غاز ستة. اوكي ستة الكل حطها هون. ستة الكل هو غاز. اوكي سو هيدا الفيديو كليب. خليني حدك. لا حطيت انا واحد قبل خلص ما عرفت هيدا. هيدا كان خالو انه قال هو بزنس مان وما بيفضل وكذا. هيدا مهدي هلا بيعطي معنا رياكشن على شكل زهراء. اوكي اه كنت على كلمتين زهراء اللي هون. بس والله بدي احكي انا متاكد انه الغره خالو اللي اساس الغره، لانه بحياته ما عمل لي قصه. بدي ضحكتك حد يضم. كيف عامل الغره زكزاك؟ هيدا انا حطيت فيديو قبل بس ما حلوي ومي قرب وقت نرجع من الموسمي. ليه كانوا يحبوا يفوتوا لك كلوزات؟ تنمر واضح. فرحان يلا يا حلوي قومي قرب وقت النوم. يا بابا بكير كتير لا بدي نام. روح عم بقولي عم بقول لك بس عم بحكي لك بس انه عندها شعر وعلي غمض وعلي جديد جولي. اوكي موسمي هو اكثر فيديو كليب. اوكي هون في وردة حمراء. اوه ماي جاد يا عمي شو قصة الكلوز؟ لا بس انه لا كثير كيوت مبينه هيك فستان ابيض ما في كذا وحركات. خلو محمد بتحب تعطي رياكت معنا؟ سؤال يطرح، ليك انتو تحبوا تاخذوا لك كلوز كثير؟ لانها حلوه كثير بنظر خالة. لا بنظر العالم. او ماي جاد اشياء. والغرة. الغرة شو؟ شو؟ سؤال المشاهدين شو؟ نزع لها اياها للغرة. انا كنت اوصل لها. واضح. لحظة بتعرفوا هون شيء؟ هون الميوزيكال وقت كنت انا عم غني ما كانت هيك ماشي، كانت كثير سريعة بس على المونتاج بتضبط. عشان نعمل ليبسينج بطيء. بس عم لهم والله هلا انه نحن عم نشتغل احلى. انه الموسيقى هون كتير شوي عالي يعني على الصوت. الجلال والجمال والسلام والمجد.
لمين بتشبهها هون؟ لا من اخواتها الجداد هون بتعطي على بتعطي على مليكة كتير بهيدي الصورة بس بالمجمل مليكة مليكة لا بلا حمودة محمد 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 واخدي محمد. شوي من جولي اخدي منها شوي ايه ومليكة حلا ولا شوي حلا ولا شوي بحدا أصلي تقريبا بس جولي شو رايكم نوقف؟ اوكي. ولما بيكون خلص هذا الفيديو انبسطنا كثير وشفنا هيك فيديوهات حلوه ولازم نرجع ناخذ الكفر معهم كلهم. مفروض. يس. خلص الفيديو الجديد نعمل رياكت مع الكل مع الاولاد ومع يس ومع يس نعمل على قصص ثانيه. بس لما نلاقي هاي المقابله اللي انت فيها ما كنا نلاقي هالمقابله تاعتها خالو كان يعلمني اشرب مي. عرفتك. اوكي سو قبل ما يخلص الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. اوف شو حتعمل مونتاج؟ اشرب كل 5 دقايق وقفني باي تقولونا بالفيديو الجديد باي.